بص على النص أنا وسهلا جيناكم عفو الفنجان يا بي محنا ملقاكم أهل وإخوان وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان أسرة وخلان وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان وندوم بعز الوطن خير وإيمان يا بي دخيلك وينك يا بي راح طيب هلا 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 اضحك اضحك يما 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 غاف الجاي يحييك ويحكي ويقص من الدنيا يفرجي ونص على نص والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص على الواحد ونص والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص اخضر يابس ومقحمش اشكال الوان هويني هويني بحد 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 اعطي وينك ابو ربحي عليهم عليهم ولا علي وحد ربك وتعلم شغل هالراس خلي البلد يتقدم ونقوي الساس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس مرفوع الراس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس سامح صالح وبقلبك حب وايمان نص على نص بعدين مع اللي اسمه غافل هذا غافل الزفت يا إما ألف بده يجنني بده يطردني بده يجلطني جميع ما ذكر لا لا سلامتك يا أستاذ سلامة قلبك مالك الله يا ربي يفرحني فيكي بس ما وقت استعجلي لي حاضر أستاذ تفضل حاضر أستاذ لو سمحت ماشي كرم كرم بسم الله الرحمن الرحيم شو انطني قري معه معصب على الاخر فوت فوت الراس حي سعادتك سعادتك انت خليت فيها سعاده تطوير جديد لاستخدام القلم احنا شعب مبدع وجله طب فوت فوت تعطيني الامان بعطيك الامان والحنان بس فوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حيف يا حيف بس علي بيعطي الأمان وبعض زي زي ليش زي مياو مياو مشي صحيح مشي يا بني آدم هذا مقال هذا مقال ما تسهل عليه العظ والرظ والرفس كمان انت قصدك مقال العنف في البلد الجذور والحلول يقصوا جذورك يحلوا زر ظهرك ولك اجاني 100 مكالمة ورسالتين رسالتين عادي عادي يجيك مكالمات سيدي يجيك ايميلات فيسبوك يجيك واتساب عادي انت مسؤول لازم يجيك كلهم زعلانين من كلامك ليش يزعلوا انا تتبعت كل اسباب ظاهرة العنف بس يا بني ادم يا محترم يا هيكل زمانك شكرا شكرا استاذ بارك الله فيك شكرا فكرني بمدحه يا غافل يا زفت عنف ما في عنا ما في عنا عنف بكره الك جوله في كل مستشفيات البلد من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها لوسطها بتكتب تقرير بتنفي فيه كل كلامك حاضر 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 سعادتك ولا في اسهل من اني انفي كلامي ولا يهمك بتضحك كمان يا حبيبي بتضحك بتضحك شو طلع نصيبك هاي المره لا ولا شيء يا رناد بس اختلاف في عضات بوجهات النظر قلت لي منيح اللي ضل عندك نظر قال ايش؟ مش عاجبه المقال اللي كتبته عن ظاهرة العنف في البلد ما هو انت يا غافل شوي بتزودها شوية مشاكل هون وهون عملت منها ظاهرة الله يسامحك يا رناد فعلا ظاهرة اتفرج على الناس الناس مش طايقة بعضها الأيام هاي إذا واحد بيقول لواحد مرحبا بتهاوش وياه إذا واحد بيزمر لواحد زميري بس بالسيارة بنزل منها وبتطابش وياه يا بنت الناس
الناس مش طايقة بعضها، شو الموضوع؟ مش فاهم. اولادك تلاجوني، حب اولادك يا اختي ضبيه. انتوا علينا لا بنعرف ننام ولا بنعرف ناكل ولا بنعرف نقول عليك. انا ابغى اولادي 24 ساعه طق 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 وصراخ يا بنت. انا والله اللي بدك على جرس اولادك. ليش تنام اولادك؟ مش خدي بنتك وضبيها. انا اعطيكم ضبي بنتك اللي بتقول بدها تورينا. اذا بنعرف تورينا ضبي حالك انت. الله لا يرضى عليك على هالجيره اللي انتم جايين عليها. شوفي فقدت الذاكرة. مين انتي؟ انا قطفة. شو اللي قاعد بصير؟ انا شو ما هو قاعدين بتهاوش وقلت هسه بيجوني للدار وبدي اعمل احتياطاتي. احتياطاتي؟ يعني انتي ما انتي بالمشكلة يعني؟ لا انا بتدخلش بالمشاكل. انا بس كل واحد لازم كمان يثبت نفسيته. ولي يا ربي 500 قشاطة 600 دلو ما اظنش المال رمى علي. ها انت كويس اجيب لك ماي؟ نعم. اول الخسارة جت فيك. اشرب. ايوه هسه قلتي لي يعني سبب الضوء. استنى اشرب. ايوه كويسة. هسه قلتي لي سبب الطوشة يعني. استنى اشرب الكاسة اول. ايوه هسه قلتي لي سبب الطوشة يعني هون بالعمارة ولاد صغار. اي ما ثلثين مشاكلنا سببها الصغار. ايوه طيب ما في واحد كبير عاقل يحل هالمشكله؟ في مين؟ انت ما هو يعني انا بقول انت تنزل وتعمل هذه الزيارات المكوكيه عشان تصالح ام شوكت وام صابر وصبحيه ويسرى وكل اللي صالحين على بعض. ما بصير. بلا استنى اشرب. أيوة. بالله بتفكريني بانكيمون اروح اصالحهم؟ انا فكريني بانكيمون؟ اسمعي من الناس الايام هاي مش طايقه بعضها. ما بدي ادخل بين اللي هار وبين هاي بصير عندي مشاكل بعدين كثير. اسمعي شو الحل هسه لهالسوالف هاي كلها؟ شو الحل؟ بدي اروح اشتري لي شويه عصي. شو شو لك شر عصي؟ جنيت انت بدل ما نحل المشكله جابت الشر عصي انت. أبي كفيش ضربتيني أنا. راح هيهم دعدين بعدها بديني لا شر عصي ولا ما عصي. فاهم ولا مش فاهمة؟ ليش بتصرخ فيي؟ أنت بدك تشاطر علي ومش قادر على الحمار بدي عض البردعة؟ اسمعي لا تعلي صوتك ها. ما بتعمل مشاكل أنا هون بالبيت. الله يرضى عليك. قاعد بطبب فيك. طبب فيي. قوم طبب فيي. ما قمت ان شاء الله يجعلك ما قمت. طبب فيي قال. طبب فيي. ماشي. يا الله يا رب. عمي رامي تعال اقول لك اسمع ولا تخلي لي زاويه بالمستشفى الا تصور لي اياها. كل شيء صوره ما تخلي ولا شيء. هاي ظاهره لازم اثبت انها موجوده مشان مين؟ مشان ابو عضه يعرف انها موجوده. فهمت عمي رامي؟ مش متخنها شويه يا استاذ غافل؟ انا متخنها؟ لا عمو انت راح تشوف بعينك هون جويه المستشفى. ياما يا عمي في ناس اتعدت على اطباء حتى داخل المستشفى وضربوهم. هذول الناس انحطوا لخدمة الناس ومعالجة الناس كمان ينضرب. الله أكبر عمو
احنا لازم نثير هذا الموضوع عشان نلاقي له علاج. هذا الصح، لا تفكر عمي. كل شيء موجود معك؟ موجود. الكاميرا موجود. والوراق وكله موجود. يلا موجود. عمي سبقني يا الله. بدنا نغلبك دكتور معنا. ولا يهمك استاذ غافل، هسه بلف معك كل المستشفى. لا احنا ما بهمنا كل الاقسام، احنا بهمنا بس يعني اقسام معينه، اما قسم الاطفال والنساء بلاش. لا انا قصدي كل اقسام حالات العنف. حلو، العنف صار له اقسام. يعني تيجي تشوف يا ابو عضه. تفضل استاذ. تفضل تفضل دكتور. الحمد لله على السلامة يا شباب. هذا قسم الروح الرياضية، ما بده شرح، هو والله رياضة. هسه خلصت المباراة وهاي النتيجة. رامي هذا قسم طوش العمارات ومعارك السيدات. ما شاء الله ما شاء الله. رامي ما شاء الله ما شاء الله. لا وكمان بقول لي مش ظاهرة، يجي يتفرج الرئيس. الرئيس ثقة طبعا. هذا القسم انت عرفته؟ طبعا طبعا، ما انت عارف اخر جلسة شو عملوا. رامي بفرتيهم، انا بفرتيهم. هذا أنشط قسم عندنا، قسم الجامعات. ما شاء الله ما شاء الله، هاي ملحمة العلم ومعارك النور والتنوير. نمر شو بتساوي هون قاعد؟ غافل أهلين ابن عمي. شو بلاتوا بتعرفوا بعض؟ طبعا، هذا نمر ابن عمي. نمر نمر هذا. ولك شو اللي عامل فيك؟ شو منو اللي طارحك؟ منو ول شو اللي عاملينه؟ هلا كان امبارح عندهم بالجامعة انتخابات وهاي نتيجة الفرز. نتيجة الفرز؟ اسمع بقولك يا نمر، بدي اعرف مين اللي عمل بيك هيك ومين اللي طاحك، فهمني. خلص يا غافل انحلت. كيف انحلت؟ انحلت يا حامد؟ ولك انت من عيش الغفافلة يصير بيك هيك؟ وك اللي بتعسلك على الطرف راح اتعس عليك كله كامل. روح هيك على شوف، روح هيك. والتقرير استاذ التقرير؟ انو تقريرها؟ بلا تقرير بلا بطيخ. رامي خلي ابو عضه يجي يتكفلني بالسجن. قال تقرير، قال تقرير، انا بوريك. بالحوار بنتفاهم، تسمع لي وبسمع لك، وما بصير نتخاصم، لا بطلع لي اهينك ولا انت بطلع لك. اذا عايشت الجهال قول مرحبا وسلام، انفع بلدك بكلمة خير هو أبقى وأنفع لك. نص أهلا وسهلا جيناكم عفو الفنجان، يا ضي محنا ملقاكم أهل وإخوان، وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان، أسرة وخلان، وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان، وندوم بعز الوطن خير وإيمان. يا بوي دخيلك وينك يا بوي؟ راح تطير هلا 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 هلا. اسحب اتحج يما يما يما. غافل جاي يحيي يقول يحكي ويقص، من الدنيا يفرجي يقول نص على نص، والساعة
والدنيا طلعت نزلت على واحد ونص على واحد ونص والدنيا طلعت نزلت على واحد ونص اخضر يابس ومقحمش اشكال الوان ويلي ويلي اذبح 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 واعطي وينك ابو ربحي عليهم عليهم ولع وحد ربك وتعلم شغل هالراس خلي البلد يتقدم ونقوي الساس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس مرفوع الراس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس سامح صالح وبقلبك حب وإيمان